برحب بحضراتكم مرة أخرى، مكان من الأماكن الجميلة اللي زرته قبل كده، حاج سعيد الرملاوي. جينا هنا اتكلمنا مع حضراتكم من فترة عن مشاكل مرتبطة بالإنتاج، مشكلة ارتفاع نسبة الملوحة في المياه وفي التربة. كان الحاج سعيد عنده كلام كتير بيقوله عن هذه الأزمة اللي دفعته فلوس وصرفته كتير بإضافات لسحب الملوحة، بتغيير شبكة ري، بقلة في المحصول. استخدام تكنولوجيا معالج الماء المغناطيسي أدى الدور رائع هنا في هذه الأرض، ولكن كان في وعد إن أنا هاجي تاني وتابع استمرارية النجاح ونشوف بعد فترة من الزمن أخبارنا إيه. حاج سعيد إزيك؟ الله يسلمك. أنا عايز بس أفكر الناس إحنا فين. إحنا على طريق المطار في السخنة. طريق المطار في السخنة، تمام؟ وإحنا موجودين مع حضرتك. كنا هنا من إمتى؟ من سنة؟ من سنة. وإنت كلمتني عن مشاكل ارتفاع نسبة الملوحة، اللي هي كانت ايه اللي انا عايز افكر الناس تاني بيها؟ كانت المشكله عندك هنا ايه في الارض؟ كانت المشكله 1400 1400 جزء في المليون. اثرت على زرعتك، اثرت على الانتاجيه، كان بيتكلم ان الملوحه دي قللت الانتاج وصرفته كتير. وابتدينا نشوف حلول، ابتدينا نسال. لما ابتديت تحل المشكله دي كنت بتعمل ايه قبل لما تعرف ان في حاجه اسمها معالج المياه المغناطيسي؟ والله انا سالت جيراني، كان الناس عندي فرح بعد بشويه كده، سالتهم قالوا فيه جهاز عندي هنا، لما لقيت الزراعه بتاعتهم احسن من زراعتنا. فلقيتهم جايبين جهاز، خدت بالك؟ فانا توجهت للجهاز وجبت الجهاز بتاعنا جرانا بعد بحاجه بسيطه كده. كانت الزراعه فرقه عن عندي في المحصول وفي الحلاوه وفي الانتاج وفي كل حاجه. فتوجهت للدكتور محمد جاب لي الجهاز، الحمد لله ربنا رضانا والحمد لله. الحمد لله. 1400 جزء في المليون اثرت على محصولك بايه؟ يعني انت كنت زارع ايه؟ كنت زارع فراوله. عملت ايه مع ال 1400؟ مزعلاها. انا افتكرت الكلمه دي اتقالت لي قبل كده، وهنا حتى قلت له كلمه مزعلاها دي صعبه قوي. كانت ما فيش انتاجيه بالنسبه للفراوله. لا ما فيش. وتعبانه فعلا يعني. ده معناه ان انا اشتريت شتله وزرعتها وسميت ورويت، واجي في نهايه الموسم ما فيش انتاج. مضرور. مضرور. مضرور فعلا. وسال جاره قال له انت زرعتك احلى، مع ان الارض نفس الارض، هي التربه هي نفس الميه، لكن انت احسن. فقال له في حاجه اسمها معالج المياه المغناطيسي. صدقته في الاول؟ اقتنعت بكلامه؟ اقتنعت لما شفت الزراعه بتاعته. لما شفت الزراعه بتاعته وجيت شفت زراعتي اقتنعت بالزراعه بتاعته واقتنعت بالجهاز اللي هو جابه. زمان كنت بتكلم مع حضراتكم عن تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي واقول لكم ان احنا بنستثمر في الارض، بنرفع من خصوبه التربه وبنقلل من التكاليف، فده في حد ذاته استثمار. بعد استخدام المعالج المياه المغناطيسي، انت بقالك دلوقتي ايه، سنتين ولا سنه ونص؟ لا بقالي سنتين. سنتين. بعد ما انت استخدمته سنتين حسيت ان في اختلاف حصل في الارض؟ الارض نفسها؟ والله الحمد لله. يعني نوعيه التربه؟ لا التربه سحب الاملاح منها ما قلش عندك؟ لا زراعه حلوه، كل حاجه قدامك، كل حاجه على وضعها قدامك. كل زراعه حلوه، كان ذره ولا فراوله ولا غله ولا اي شيء. النتيجه زي ما هي؟ لا النتيجه قلت. لا لا صلى على النبي، النتيجه رفعت. النتيجه بقى 1400 من 800. لازم تشتغل زراعه. الحمد لله والله، وربنا رضانا الحمد لله عن طريق الجهاز ده. يعني نسبه الملوحه كانت عنده 1400، فبيقول الحمد لله ربنا رضانا. بقول له بعد سنتين نجاح الجهاز هو هو؟ هو ولا هو. نتائج قلت؟ لا لا هو 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 هو. ده اللي انا عايز اكد عليه. ليه بنتابع معاكم والنهارده بقى لنا سنتين بعد تركيب معالج المياه المغناطيسي لشركه دلتا ووتر جايين؟ علشان ناكد على ان احنا بنقدم حل مستمر، بنأكد على نجاح حقيقي، ما هياش نتائج مؤقتة. إن أنا بتعامل مع تكنولوجيا فيها استقرار واستدامة. سمعت كلمة قبل كده من أحد المزارعين قال لي أنا كده بستثمر كأني بستثمر في الذهب، اشتريت تكنولوجيا بقت موجودة عندي بترفع من قيمة محصولي وفي نفس الوقت بترفع من قيمة أرضي. لو أنا جيت أتكلم على الموسم ده، أنا شايفك زارع فراولة، ولما دخلت قلت لك الفراولة دي ريحتها باينة، ومع إن نادر دلوقتي اللي بلاقي كده. الفراوله ما شاء الله ناجحه. دي اخر ده اخر الموسم. اخر الموسم. خلاص. كانت عامله ايه الانتاج؟ اللهم صل على النبي لحد دلوقتي احنا داخل شهر 6 اهي، والفراوله قدامك عسل ما شاء الله. العرش حلو وفيها طرح وفيها زهر وكل حاجه، مع ان احنا هي خلاص ايدين كده بيشرب. في فراوله ياما نشبت من شهرين ثلاثه كمان ما شاء الله. من عشان لهم ميه، عشان لهم ميه. بما يرضي الله الانتاج فرق عندك هنا؟ بما يرضي الله فرق اكتر من نص كمان. اكتر من ما هي طالما فيهم ميه ملوحه وبزرع الملوحه عمرها ما هتديني انتاج. هتديني انتاج من ايه؟ فرق اكتر من نص. نسمع الكلمه دي، فرق اكتر من نص. يعني انا زودت انتاجي 50%،
يعني انا زودت ارباح وكمان في نفس الوقت قللت التكلفه اللي انا بصرفها، لان انا النهارده اضافات الاسمده وسحب الاملاح قلت ما بقتش زي الاول. طبعا الدوره اخباره ايه معاك؟ الصلاه على النبي عليه عسله. صلى الله عليه وسلم. انا اتصور في الوقت ان شاء الله. تزرع صنف ايه؟ ها دي بتاع ده اسمه هايتيك. هايتيك هايتيك حلو الصنف ده. هايتيك حلو الحمد لله. ايه رايك في اسعار الذره دلوقتي والدوله يعني بقت تاخدها بسعر كويس؟ والله لسه لحد دلوقتي ما حدش يعرف السعر عشان ما حد ما ظنش الناس. ما سمعش الذره بكام؟ ما اعرف. اقول الذره ب 5 جنيه وب 8 جنيه وب 10 جنيه الكيلو. غالي الكيلو. ان شاء الله كمان انت تكسب، لان انا يهمني قوي ان المزارع يكسب. الراجل ده بيصرف طول السنه وقاعد في ارضه، فمن حقه ان هو بقى يعني يحقق هامش ربح. الحمد لله دايما. الذره مع الملوحه محتاجه مراعيه، يعني لو الميه مالحه عندك ما تديش انتاج. اي نسبه ملوحه ما يديكش انتاج. لو انت زارع برسيم حد برسيم مش هيديك. انت زارع منين يعني؟ زارعين الذره دي على 1400 جزء في المليون الانتاجيه بتاعتها ومعدل النمو بسم الله ما شاء الله حضراتكم بتحكموا، وشهاده الحاج سعيد بتؤكد على نجاح تقنيه معالج المياه المغناطيسي لشركه دلتا ووتر. دي المره الثانيه اللي انا جيت فيها من بعد تركيب الجهاز بسنتين، وعلشان أكد لحضراتكم على استمرار نجاح النتائج واستقرار الأرض الزراعية. بشكرك يا حاج سعيد.